ينضم إلي من بغداد نجم القصاب، رئيس مجموعة المورد للدراسات والإعلام من لندن، أيضا عبر خدمة سكايب، زيد العيسى، الباحث والمحلل السياسي. أهلا بكما معي في هذا الحوار. أبدأ معك من بغداد سيد نجم القصاب، يعني ما الذي تحقق من مطالب الحراك بعد مرور عام على ثورة أكتوبر 25؟ تحية طيبة لك وللسيد الضيف أستاذ زيد ولكل متابعيك الكرام. أعتقد كثير قد تحققت طيلة السنة الماضية. أولا، لولا التظاهرات ودماء الشهداء والجرحى والضغوطات والتضامن الحقيقي بين الناس وكذلك حتى المرجعية في النجف الأشرف مع المتظاهرين لما استقال السيد عادل عبد المهدي. وبقاء عادل عبد المهدي كل يوم يخسر العراق كثير من الأموال وكثير من النفوذ وكثير من خرق السيادة طيلة الفترة التي حكم بها، وبالتالي هذه أغلب اليوم التركة الثقيلة للدولة العراقية بسبب السياسات الخاطئة لكل الحكومات، لربما حكومة السيد العبادي حققت إنجازات وانتصارات على تنظيم داعش، العبور من الأزمة المالية، كذلك إعطاء هيبة للجيش العراقي والسيطرة على مدينة كركوك. لكن حكومة السيد عادل عبد المهدي مع الأسف لم تتعامل مع المتظاهرين كمواطنين. هم خرجوا ليس من أجل المكاسب أو المناصب، وإنما من أجل الوطن. أي شعارهم كان نريد وطن. هذا واحد. ثانيا، لولا التظاهرات لما تم تعديل قانون الانتخابات. اليوم الكل يعلم أن أس المشكلة في الدولة العراقية هي قانون الانتخابات الذي لم يمنح أو يسمح لطرف أو لمرشح مواطن عراقي أن يصل إلى البرلمان ما لم ينتمي تحت عباءة الأحزاب التي سيطرت وهيمنت. وأغلب الأحزاب رفع الشعار بأن كل ثروات البلد هي لنا ولا لكم شيء منه، وهذا ما حصل ووصل في السنوات الماضية. الأمر الثالث الذي تحقق خلال السنة هو استبدال مفوضية الانتخابات. تعلمين يا ست العزيزة والمشاهد الكريم بأن كثير من الفجوة الكبيرة بين الناخب وبين في الانتخابات، بأن الناخب العراقي قد اقتنع وأصبح لديه وعي بأنه يذهب إلى الانتخابات، لا يذهب إلى الانتخابات سوف يتم تزوير النتائج، وهذا يعني ستستفيد الأحزاب التي سيطرت وهيمنت على مقاعد النيابية طيلة الانتخابات السابقة. هذه ثلاث سيد أشياء زيد، تغيرت وحيرت الأحزاب. نعم سيد زيد، هذه الإنجازات التي تحدث عنها دكتور يعني ضيفي نجم القصاب، هل أرضت الشارع العراقي برأيك وأنسته هذه التركة أيضا التي تحدث عنها التي تركتها حكومة عبد الهادي؟ في الحقيقة شكرا على هذه الاستضافة الكريمة وتحية لجمهوركم وكذلك للضيف الكريم. في الحقيقة الإنجازات التي تحدث عنها ضيفكم وبعض وما يتم الترويج له، هذه إنجازات للمتظاهرين، هذه إنجازات للمرجعية التي دعمتهم ووقفت معهم وعطتهم الشرعية والغطاء الديني وكذلك الغطاء الوطني. هي وقفت ضد هذه الكتل ورؤساء الكتل والأحزاب بالتحديد الذين يروجون ويدعمون ويحافظون على الفساد والمفسدين، وقفوا ضد هذه الكتل الفاسدة العائلية التي تعتمد على الفاشلين وتعتمد على أبنائهم وبناتهم من الجهلة والأميين. لنرى ما تحقق، كل ما تحقق وذكر من إسقاط عادل عبد المهدي وقانون الانتخابات، هذا يرجع الفضل في كذلك إلى المرجعية وإلى المتظاهرين. ولكن منذ الإتيان بالكاظمي وحكومة الكاظمي لا توجد هناك إنجازات واقعية على الأرض غير الصور والاستعراضات والإعلانات، وتحولت كل دماء المتظاهرين إلى مساعي وأهداف لحماية هذه الكتل وحماية من جاءوا بالكاظمي، حيث يجب أن لا ننسى أن من جاءت به هي نفس هذه الكتل ورؤساء الكتل بهدف
الحفاظ عليهم وحمايتهم وإبقائهم في مراكزهم. فما نتحدث عنه مثلا من قانون الانتخابات، هذا القانون لم ينجز لحد الآن، ويتم صياغته والتلاعب فيه لحماية هذه الكتل ورؤساء الكتل. المفوضية صحيح جئنا برؤساء مفوضية جدد، ولكن التركيبة وجوهر المفوضية لا زالت لحد الآن هي ثابتة. وخروج المتظاهرين مرة أخرى هو إعلان بأنه على الأرض هم أرادوا التحقيق في من قتل المتظاهرين. ويجب أن لا ننسى أن الكاظمي رئيس جهاز الاستخبارات السابق الذي تبجح بأنه ساهم في دعم أمريكا في القضاء على البغدادي. فإذا كانت كل هذه الإمكانيات متوفرة، فلماذا هذه اللجان؟ فهذه الحكومة تشتهر الآن بمسألة اللجان، كثرة اللجان، لا توجد إنجازات على الأرض، والفساد والمفسدين نفسهم. هذه الورقة البيضاء التي جاء بها إلى أوروبا وهو منهج انتخابي، أي أنها 3 إلى 5 سنوات لبقائه في الحكم، فهو يريد الاستمرارية. أي رئيس وزراء جديد يستخدم كل هذه التضحيات للبناء عليها. هذه الورقة كذلك لا توجد لها واقعية. أنت تحارب إصلاح جديد بمحاربة الفاسدين، بإخراج الفاسدين، وتبدأ برؤوس الفساد الذين كذلك كرئيس استخبارات جئت من رحم هذه الكتل، وأنت لست منتخب ولا تحظى بدعم انتخابي أو جماهيري انتخابية، جاءت بك للحفاظ عليهم. فالتحرك ضد الفساد بتحرك عملي، إسقاط هذه الرؤوس الكبيرة، وليس بقطع الرواتب ومحاربة المواطنين. دعني أعود إلى ضيفي من بغداد سيد زيد. سيد نجم، يعني ضيفي يقول بأنه اللجان كثرت وقلت الإنجازات بزمن حكومة الكاظمي، والكثير يرى بأن التعديلات، سواء تعديل الجزء بقانون الانتخابات أو حتى الوعود بإقامة بإجراء انتخابات مبكرة، لا ترضي الشارع. فماذا بيد الحكومة؟ ما الذي ستأتي به الحكومة لإرضاء الشارع اليوم؟ يعني أنا أتفق مع الضيف من لندن بأن من جاء بالسيد الكاظمي هم الذين جاءوا بالسيد عادل عبد المهدي، لكن السيد الكاظمي نعم جاءوا به لكن لم يخضع أو يركع لهم. اختار كثير من الشخصيات التي تبوأت مناصب وزارية قد أزعجت هذه الكتل، ولا يرغب أذكر له أسماء. على سبيل المثال وزير التعليم العالي دكتور نبيل هو من داخل المؤسسة التعليمية الأكاديمية جاء إلى الوزارة، كذلك وزير المواد المائية السيد مهدي رشيد هو من داخل الوزارة منذ سنوات، وكثير من الوزراء لا أرغب عد أسمائهم هم الذين جاء بهم السيد الكاظمي ليس بإرادة الأحزاب. إضافة إلى ذلك السيد الكاظمي استطاع أن يقرم بعض الأحزاب وتحجيمهم، خصوصا في المؤسسات التي فيها أموال، عندما اختار السيد منهل الحبوبي العالم العمراني المعماري الذي يشهد له العالم بأنه جاء ووضعه إلى أمانة العاصمة، واختار السيد صادق هويدي ليكون رئيس هيئة الجمارك. هذه الشخصيات التي ذكرتها ليس هناك عليهم أي شائبة، وإنما جاء بهم كأكاديميون. لكن هل إن الأحزاب ترتضي بهذه الأسماء وهذه الشخصيات الكفوءة المهنية خارج عباءة الأحزاب؟ الأمر الآخر، حتى قانون الأحزاب، حتى قانون الانتخابات، هذا ليس من عمل السيد الكاظمي ولا من عمل الحكومة، من عمل السلطة التشريعية، لأن السيد الكاظمي يرسل الموازنة إلى البرلمان ويرسل القوانين، وبالتالي تبقى عند اللجان، واللجان هي التي تقرر وتحدد. وأما بالنسبة لتشكيل اللجان التحقيقية، أنا أتفق مع السيد الضيف، نعم هناك مئات وآلاف من اللجان التحقيقية طيلة السنوات الماضية، سقوط مدن، تهريب أموال، اغتيال مواطنين، اغتيال ناشطين، محللين، لم يتم التعرف عليهم، لأن هناك مع الأسف دولة عميقة داخل الدولة الحقيقية. من غير ممكن السيد الكاظمي يأتي بدولة ليس فيها أموال وليس فيها إرادة سياسية، والبرلمان معطل وكل شيء معطل، حتى العالم اليوم معطل، وتطلب من السيد الكاظمي تعديل قانون انتخابات ومحاسبة القتلة والسارقين والفاسدين. نعم أنا أقول لك رغم السيد الكاظمي ما زال بطيء في التحرك،
لكن لكل مقام مقال ولكل حادث حديث. أنا أعتقد الأيام المقبلة لابد أن يعمل السيد الكاظمي بفتح هذه الملفات، وهذه الإنجازات التي تحققت هي ليس حققها السيد الكاظمي، حققتها الجماهير التي خرجت منذ 1 أكتوبر من العام الماضي إلى الآن. وأنا أرى يوم غد سيكون هناك احتفالا حقيقيا، وستقف الحكومة معهم، ليس مثل الحكومة السابقة التي قتلتهم وأرعبتهم وكذلك استخدام القنص، لأن السيد الكاظمي لولا التظاهرات والاحتجاجات ودماء الشهداء لم يأتي ويصبح رئيس وزراء. سيد زيد، البعض يرى أن الانتفاضة خف صوتها وقل زخمها وقبلت بتسليم زمام الأمور إلى الرئيس الكاظمي، لأي مدى هذا يلامس الواقع؟ وهل برأيك بالفعل الشارع قرر منح المزيد من الوقت ربما للكاظمي بسبب تعطل العالم كما ذكر ضيفي نجم القصاب من بغداد؟ في الحقيقة دعنا نكون منصفين وواقعيين. بالنسبة للحكومة التي تشكلت يجب أن لا نفتخر ببعض الأسماء هنا وهناك. كل الحكومات السابقة كانت تحاول تطعيمها والضحك على الذقون بذكر بعض الأسماء. الحكومة جوهرها وأساسها، والشعب العراقي يعرف ذلك والمتظاهرين يعرفون، بأنها حكومة محاصصة أساسية ومركزة. ويكفي أن نذكر بأن الأحزاب التي جاءت بالكاظمي أرادت ثمن لذلك، ورأينا أحسان عبد الجبار وزير النفط يتعين بإصرار من كتلة الحكمة، وعمار الحكيم وكذلك فؤاد حسين وزير الخارجية يصر عليه مسعود برزاني. فهذه وكانت هناك فرصة بالنسبة حتى للهيئات المستقلة، رأينا تقسيما ومحاصصة مستمرة ولم ينتفض عليها الكاظمي، لأن الناس يعرفون أنه جاء من رأهم هذه الأحزاب وبأنه غير منتخب. وهدف الأول بعد 5 أشهر من المفاوضات بين الكتل الشيعية هو حماية نفسها وحماية مكتسباتها ومغانمها، ولذلك اختارته من رحم هذه الكتل. ولا ننسى أن العبادي هو ما عينه في وزارة الاستخبارات. صحيح هناك مشاكل وهناك كذلك كورونا وهناك محاولة كذلك من الكاظمي للاستفادة من هذه المظاهرات وتجييرها لصالحه، حيث كان المفروض من الشخص الذي يأتي ومهامه محدودة هو التحضير لهذه الانتخابات وليس رمي الكرة في ملعب. صحيح البرلمان هو من يقرر والكتل هي من تقرر شكل هذا القانون، وكذلك مسألة الاستفادة من هذا الوقت للتحضير للانتخابات. فالزيارات لأوروبا هذه كانت شكلية واستعراضية للحصول على دعم الأوروبي في هذه الوقت، واستعراض ورقة بيضاء لا تغني ولا تسمن وليس لها واقعية. وحتى الذهاب إلى أمريكا والنضال من أجل الذهاب إلى أمريكا كلفت الدولة مسألة السيادة، فالتحضيرات لم تتم وكانت مجرد تقديم عربون بمسألة الذهاب إلى الدورة واعتقال كم شخص وبعد ذلك الاضطرار لإطلاق صرام حتى يحصل من كينيث ماكنزي الذي قالها، وكان واضحا بأنه ما قدمه الكاظم يكفي، وذلك لتبرير زيارته إلى أمريكا، وأن الكاظمي سوف يطلب بقاء هذه القوات ولم يطلب جدول زمني، لأن الكتل أصلا التي جاءت به هي مسألة ترضية للأمريكان، كسب الوقت لحين الانتخابات الأمريكية، أبقاء القوات الأمريكية. وأنا أقول وأن الكتل الشيعية التي جاء بها منقسمة على نفسها في مسألة القوات الأمريكية، في مسألة الجدول الزمني، وتريد من ترامب أن يحافظ عليها ويحميها مقابل إبقاء هذه القوات لحين الانتخابات الأمريكية. فهي كلها مسائل مصلحة شخصية، مصالح حزبية، وسوف يزداد الطين بلة عندما ينزل الكاظمي إلى الانتخابات. فهذه التحركات تكون في مشروع التحضير للانتخابات. وأنا رأيي جملة مهمة، أن حتى مسألة الانتخابات هذه غير مؤكدة، ممكن انقلاب عليها، ممكن تأخيرها، حيث أن الأحزاب لم تقضي 5 أشهر للمجيء بالكاظمي للذهاب إلى مسألة منازلة، وهي تعرف أن الشارع ضدها، ولهذا يتم إثارة المحاصصة الطائفية والصراع الطائفي، وحتى الكاظمي مشترك في ذلك. مسألة سنجار هذه لا داعي لها الآن، ولا يوجد حتى على الأرض هناك دواعي لها. ومسألة حتى إرجاع المنافذ الحدودية، أنا في رأيي حتى تكون واقعيا ومنصفا يجب التحرك على جميع المنافذ الحدودية، وليس مسألة إرضاء الأكراد أو إرضاء مسعود برزاني أو جلال الطلباني، كلهم لا يختلفون عن الكتل الشيعية وكلها كتل عائلية
طيب تريد الحفاظ على مكاسبها ومغانمها، هذا التناقضات واللعب على هذه التناقضات، أشكرك. خصوصا في تصريحه في الجارديان، انا موجود وارقص مع الافاعي او امشي على الحبال، هذه الحركات البهلوانيه شبع منها الشعب العراقي، وكل رؤساء الوزراء السابقين لعبوا هذه اللعبه، ومحاوله أشكرك. التحايل على المحاور هذه لا تفيد الشعب العراقي. الباحث والمحلل السياسي زيد العيسى من لندن، شكرا جزيلا لك، الشكر موصول لك ضيفي الكريم نجم القصاب من بغداد، رئيس مجموعة المورد للدراسات والإعلام.